قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نصبح على فاطمة ونتعرف منها على أخبار المرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا فاطمة. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير منا، وصباح الخير على كل متابعي ومشاهدي القناة الأولى، وصباح الخير يا مصر. خلينا نستعرض مع حضراتكم حالة المرور في بعض الشوارع وطرق المؤدية من وإلى القاهرة. النهاردة هيكون في هنبدأ بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة وفي الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية. هنبدأ ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية، ونروح عند كوبري الجلاء هنلاقي كمان في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا رايحين طبعا وماشيين إلى طريق المطار. عند كوبري الحدائق كمان اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري كذلك الأمر، أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات. دلوقتي هنروح للجيزة، خلونا نستعرض مع حضراتكم حالة المرور هناك. شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وفي شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطاقوة حتى العشرين. طريق المحور بيشهد كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى كوبري أكتوبر في سيولة مرورية. خلونا نروح مع حضراتكم كمان لمحافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة، وهناك سيولة مرورية على طريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. نكمل جولتنا المرورية ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة ومكملة بداية لحد بداية شارع 6، وطريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. دي كانت حالة المرور، وخلينا نستعرض مع حضراتكم سريعا جولة الطقس النهاردة. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، بيبقى حوالي ما بين 3 ل 4 درجات مئوية، والطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 43، أقل درجة حرارة في مطروح 28 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد قليل.